السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتوحشتوني وتوحشتوا الوصفات ديالي. المهم غبرت عليكم واحد شويه لان كانت عندي واحد الظروف. دابا رجعنا ان شاء الله وغادي نرجعوا بوصفات للموسم الدراسي للوليدات، وغادي نبداو وصفه ديالنا ديال اليوم بواحد الحريشات في الفران بالشوكولات اولا بالكاكاو اللي كيجيو لذادين. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء. المهم بالنسبه للماء كاس، ومن بعد غادي نشوف واش غادي نديرو كامل اولا لا. عندي بيضه، عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو، عندي جوج معالق كبار ديال دانون طبيعي، ممكن ديرو دانون فانيلا بغيتو، قريصه ديال الملح، جوج ديال الخميرات وجوج ديال لي سوكر فانيي، وعندي هنا 500 غرام ديال السميده اللي نقصت منها قياس هذا الكاس. هذا نقدروا نقولوا بان هذا كيهز النص ديال الكاس العنبه اللي درتو هنايا باش غادي نفند فيه الحريشات ديالي. وعندي هنا هاد القياس هذا ديال الكوك. المهم عندكم ميزانكم في الكوك ماشي مشكل، شحال ما درتو هو هذاك، ما بغيتوش ديروه ما عندكمش ماشي مشكل. اول حاجه غادي ندير هو انني غادي نخلط هادشي اللي ناشف كامل ابار بيان سور الخميره، لو سوكر فانيي مع سنيده، كاع داكشي اللي ناشف غادي نخلطو مع الكاكاو. انا عندي الكاكاو مر، المهم ديرو حتى كاوبيل اولا نسكوي حتى هو خدام. غنخلطهم مزيان، وداك الكاكاو واخا انا راه غربلتو راه عاود تكور ليا. صافي حتى ما كيبقاش عندي داك الكويرات ديال الكاكاو، وديك السميده كامله تتخلط مع هاد المكونات هادي عاد باش غندوز للمرحله المواليه. فوالا فوالا، من بعد ما يعني خلطت هذوك العناصر نسيت الملحه ما درتهاش، غادي نديرها دابا. فوالا دابا غادي نبسبسهم اولا نبسسهم بهاد الكاس ديال الزيت. غنلبس اولا غادي نبسس هاد السميد ديالي كامل بهاد الكويس ديال الزيت. باش كيجيونا الحريشات ديالنا فتيتيين وما كيجيوش مدقسين. من بعد ما غادي نبسسهم بالزيت غنخلي السميده تشرب هاد الزيت مزيان على الاقل واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه، كنتو مزروبين خليوها 10 دقائق هي قد ما السميده بقات كتشرب ديك الزيت قد ما يعني في الخدمه ديالها وفي هذا كتجينا حتى في المذاق التكستور ديالها كتجينا زوينه. صافي يعني ديك السميده كامله دابا ها هي مبسسه بالزيت، غادي نغطي عليها بواحد الطوشون ونخليها واحد 10 دقائق. من بعد ما ارتاحت ليا هاد السميده خليتها تقريبا ربع ساعه، دابا غادي نزيد عليها الخميرات الحلوه ضروري اننا نغربلوها جوج كل وحده 8 غرام يعني مجموع 16 غرام. صافي غادي نبسبس اولا نبسس هاد الخميره حتى هي مع السميده. تقدروا في عوض يعني الكاكاو، نعطيكم فكره بالكاكاو حيت شفتها في يوتيوب بالكاكاو عجبتني، ممكن ديروا يعني الكوك اولا
جوز الهند في بلاصه الكاكاو. دابا غادي نضيف البيضه وغادي نضيف هاد الياغورت. هو انا الوصفه الاصليه يعني الصراحه ما فيهاش الياغورت، انا جربتها بالياغورت عجبتني وبغيت يعني نتقاسمها معكم. صافي وغادي نبدا كنخدم غير بصبيعاتي هاد العناصر هادو مع السميده. فوالا من بعد ما ديك السميده شربت لي داك دانون مع البيضه غنضيف الماء. ما حبنا حنا يعني تنبسو فيها وحنا تنحسو بان السميده كتشرب. صافي غادي ندير الماء وغيب صبيعا هكا. ما تخافوش يعني تشوفوا تقولوا راها جاريه اولا، حيت مازال غنخليوها ترتاح باش كتشرب لينا مزيان. شفتوا يعني كيفاش كنخدمها، ما كنعجنهاش اولا نديقها اولا. صافي غادي نخليها. شفتي يعني داك الكاس ماشي كامل، ها شحال بقى منه، تقريبا كاس الارب اللي خدات معايا ديال الماء. ممكن تعوضوها بالحليب، انا حيت دايره دانون ما بغيتش ندير الحليب درت الماء. صافي غادي نخليها ترتاح ونعاودو نتلاقاو. فوالا من بعد ما خليتها تشربات خديت واحد الطاوله اللي غادي ندخل الفران. هادي درت ليها غير زويته، ممكن ديروا ورق الطبخ. هاد السميده والكوك درتهم فهاد الطبق هكا كبير باش غادي نخلطهم، هما اللي غادي نفندو فيهم الحريشات ديالنا. تقدروا ديروا غير الكوك بوحدو، تقدروا ديروا غير السميده بوحديها. فوالا صافي. ودابا غنبدا، شفتوا يعني كيفاش ولات، ما بقاتش جاريه، وليت نقدر نتحكم فيها. ولكن القوام ديالها راه رطيطب او ميم طون، يعني هو فتي وواقف شاد في راسه. صافي غادي نشكل منها هكايا حريشات. وغنديرهم في الخليط اللي عندي ديال الكوك والسميده. كنحاول يعني نقادهم باش كيقبض فيهم هذاك السميد والكوك، او ميم طون لان عندي العجين ديالي مطلوق باش ما يديفورماش ليا هكايا منين نكون كنقاد فيه. فوالا صافي. وغادي ننزلها في اللاطه. بالنسبه للقياس ديروهم كبارين ديروهم صغارين، يعني على حساب نتوما شنو بغيتو. صافي غادي نعاود معكم واحده اخرى. كنفندها في داك الخليط مزيان. كنهزها كنحيد ليها يعني داك الزائد. فوالا وكننزلها في الطاوله. الفران يكون سخون، يعني انا درتو على العافيه ماكسيمال اللي هي 280. كندخلها للفران، كنقص عليها يعني بحال الشكل ديال البهله، كنشعل عليها انايا الفوق والتحت. ولكن منين كيكون الفران سخن مزيان كنقص حتى 150 درجه وكنخليها. ما تخافوا شيء، راه ما غاديش تقصح معكم اولا شي حاجه.
صافي غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي وندخل الطاوه ديالي للفران ونتلاقاو من بعد الكويسون. فوالا هادو هما الحريشات ديالي من بعد ما طيبتهم. كما قلت لكم انا بالنسبه للطياب ديالهم درت لهم شغل البهله، يعني شعلت عليهم الفوق والتحت باش كيتشقوا ليا و او ميم طون كيطيبوا على خاطرهم كيجيو محمرين. هادو درت لهم هكايا في المول ديال الكيش انديفيديوال، كيجيو يعني الصراحه كيدي مولاو فاسيلمون. فوالا ان المول كيكون مدهون ومغبر بالسميده والكوك، وكيجيو جهد القياس ديال الحريشات الصغيورين كيجي مرملين، المذاق ديالهم زوين. خاصكم تجربوهم باش تعرفوا علاش كنهضر. غنقسم معكم وحيده باش تشوفوا لا تيكستور ديالها كيفاش دايره. فوالا شوف، يعني جات هشيشه و او ميم طون فيها واحد المذاق. خاصكم تجربوا باش تعرفوا علاش كنهضر. بحال ديما الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تخليو لي البصيمه ديالكم وتبارطاجيوها مع اصحابكم وحبابكم وعلاش لا لي ريزو سوسيو ديالكم. كنقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله في الوصفه الجايه.